عايز يحلق شعره، فبيقول لي سووهولي، قلت له انا اي حاطه. كان على الصبح اول زبون. قلت له عين اول زبون ده بيفرق طبعا، بيفرق في اليوم، في بيت اليوم في اليوم. المهم جه حلق، قال لي لا من الصبح ده خف لي الجناب شويه، انا بختصر، خفني من فوق شويه، سد الجناب بالمكنه، سد من فوق بالمكنه، سد الجناب بالموس، سد فوق بالموس. قلت له بفاز طق تاني، طق ايه؟ بقت موس. حلقت له وخلطت له حلقه. نعيما عايز كام؟ ودول اللي يدفعوا. لا عايز كام؟ يا عم توكل على الله، والله لو مشيت وما دفعتش مش هقول لك حاجه. انا زهقت، انا زهقت منك. يا ابني كذا وكذا وكذا، راح دافع الفلوس وماشي. بيقول لك بزين وبيحلق الزبون زي حلقة الراجل ده. شو بيحلق على الفلوس؟ جد قطه نوي نوي بيض مش عايزه تمشي، بيض مش عايزه تمشي. المهم راح قطع ودن الزبون وحدفها للقطه، القطه تلاقي في الودن فسك الزبون وداني وداني. قالوا يا اخي ما صدقت سكت القطه هتطلع ده انت. واحده تانيه بقى بيقول لك مزي واحد بيحلق الواحد فبيمسك ودنه عدي، قالوا لا هقطعه ورميها. راح جاي على الودن الثانيه، قالوا عدي، قالوا ايوه هقطعه من ده. حبيب عم كرم والله حبيبي، سموني رجاله انت، سموني بقى حاجه عم كرم حبيبي. ابقى انا عندك، ابقى انا عندك والله تنور. ايوه تنور والله حبيبي عم كرم.